اهلا بحضراتكم من جديد. قبل ما نبدا حلقتنا النهارده لازم مره تاني نتقدم بخالص العزاء لاسره الاعلامي الكبير الاستاذ وائل الابراشي. والحقيقه اسره الاعلام المصري كلها فقدت واحد من اساتذه الصحافه والاعلام في مصر خلال السنوات الاخيره، وكان ليه دور كبير في اثراء الاعلام المصري ببرامجه المختلفه. والحقيقه الاستاذ وائل توفي امبارح بسبب مضاعفات فيروس كورونا، اللي يمكن قعد فترة طويلة جدا في يعني المستشفى، ويعني تداعيات الإصابة بالفيروس أثرت بشكل قوي جدا على صحته. الحقيقة زي ما كريم قال، هو خبر مفجع وحزين جدا. الأستاذ وائل الإبراشي رحل عن عمر يناهز 58 سنة، وكان في المستشفى من فترة طويلة، وأكثر من مرة تم الإعلان عن تحسن حالته الصحية وخروجه من المستشفى. كلنا الحقيقة كنا في انتظار عودته للشاشة مرة أخرى من خلال برنامجه التاسعة على التلفزيون المصري، لكن انتقل لرحمة الله مساء أمس، وقررت أسرته تشييع جنازته اليوم من مسقط رأسه في مركز شربين بمحافظة القهلية. طبعا أسرة برنامج صباح الورد وقناة تن بيتقدموا جميعا بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد والمحبيه ومتابعيه في كل مكان. طبعا يعني ربنا يرحمه ويحسن إليه، وزي ما قلنا ان احنا كلنا حتى يعني واحنا بنبدا مشوارنا في الإعلام المصري كلنا دايما كنا بنتفرج على الأستاذ وائل الإبراشي ويعني بنتعلم منه، فربنا يرحمه يا رب. مرة تانية بنقدم خالص العزاء لأسرته.